بكم جديد في قناه شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا البليغات او البلغه، كل واحد كيف كيسميها، بالزنجلان، وكتجي طبيعه الحال المذاق ديالها رائع، بالقوام سامبل وسهل جدا، موجود في اي بيت. فلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فنبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اذا المقادير اللي غادي نحتاجوا لهاد البليغات، فعندنا هنايا 3 المعالق كبار او 4 المعالق كبار ديال الزبده، سواء 3 ولا 4 بحال. عندي هنايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال زيت المائده. عندي اصفر بيضه، نص معلقه ديال القرفه، ونص المعلقه ديال النافع او اليانسون، 4 ديال الزنجلان او السمسم، عندي 4 ديال الفورس او الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي ساشي ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام، وعندي هنايا الماء وما زهر اللي غادي نحتاجو باش نجمعو الخليط، وعندي قبصه ديال الملحه انا دايرها مع الدقيق. بالنسبه للماء والمزهر فحسب الاختيار، يعني بغينا نديرو المزهر اكثر من الماء العادي نديرو، بغينا نديرو شويه ديال المزهر ونكملو بالماء العادي نديروه، يعني ما عندناش مشكل نهائيا. فهذو هما المكونات كيف كتشوفوا، راهم بساط بساط بزاف. وندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. اذا غادي نخلط الدقيق مع الزنجلان او السمسم، غنضيف ليه الزبده اللي ذوبناها وخليناها حتى كتذوب مزيان وكتحيد منها ديك الكشكوشه اللي كتكون في، وحنا كنذوبها كدير واحد الكشكوشه بيضاء، كنبقاو نخليوها فوق النار حتى ما كيبقاش فيها ديك الكشكوشه، يعني بحال قلتي داك الحليب اللي فيها اولا الماء اللي فيها كيتبخر. فعاد نقدروا نستعملوها طبيعه الحال، نخليوها حتى كتبرد. ف كنبسبسو هذيك المواد الدسمه مع الدقيق والزنجلان، نضيفو القرفه والنافع، كذلك خميره الحلويات، اصفر بيضه، ونبداو كنضيفو، نبدا بماء الزهر هو الاول لان انا كنبغي نغلب ما زهر على الماء. نخلط ما زهر، وما عندناش القياس محدد شحال بالضبط لان على حسب الدقيق، يعني كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش، فكنبقاو كنضيفو حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا، كتكون يعني ما قاصحه بزاف وما خفيفه بزاف، يعني خصها تكون بين وبين. المهم الجهد اللي نقدروا نشكلوا بها البليغات ديالنا. فنستمر على هذا الشكل حتى نجمعها. فين كيف كتشوفوا فهي كتصبح على هذا الشكل، كتصبح عجينه متماسكه. دابا غادي نقطعوها هكا الجهد اللي نقدروا نخدموا به هكا كويرات، ونوضعوها في بلاستيك غذائي باش نخليوها ترتاح. وبالنسبه للمقادير فإلا بغيتو تضاعفوا الكميه فكتضاعفوا المقادير، يعني اي حاجه خدمنا بها كتضاعفوا على حسب الكميه اللي نتوما باغيين. فباش ما تصعبش علينا في الخدمه نديروها كويرات صغار، ما نديروهاش كويرات كبار باش يلا نقدروا نكلقوها ونتحكموا كذلك في السمك اولا في السمك ديال البليغات، يعني ما تجيناش جهه هكا رقيقه وفي الوسط كتبقى غليظه. صافي انا غادي نخليهم يرتاحوا اقل مده ممكن نخليهم يرتاحوا فيها هي نص ساعه، من الاحسن يرتاحوا اكثر، يعني قد ما ارتاحوا فهم كيعطيونا الطوع في الخدمه. ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها مع بعضياتنا. اذا من بعد ما كترتاح لينا العجينه فغادي نحتاجو الدلاك وكذلك الجراره. كيف كتشوفوا فالعجينه كتولي يعني طالقه راسها، كناخذو بلاستيك غذائي اللي غادي نطلقو فوق منه باش ما تلصقش لينا العجينه في الكونتر ديال
او لا في البلاصه اللي نخدموا فيها، ونبداو كنسرحوا على هذا الشكل. العجينه خاصها تكون رقيقه، نسرحوها مزيان. صافي حتى كتولي رقيقه، ونبداو نقطعو. كنزولو هاد الجوانب، هاديك العجينه اللي كتشط لينا غادي نجمعوها ونديروها عاوتاني في بلاستيك حتى كترتاح. نقطعو بحال هكا، صافي. وغنقطعو مربعات بحجم صغير، هذا الشكل. ونعاودو نقطعو من الجهة الأخرى، يعني خصنا مع شوية الخاطر لو ديت الزنجبيل. فوالا، فكنشدو مربع، كنديرو الأصبع ديالنا هنايا في الوسط، كنشدو هاد القنت وهاد القنت، أو كنبركو بهاد الأصبع الآخر بهاد الطريقة. ساهل جدا، يعني ما فيه حتى شي عذاب، صافي. وكيصبح على هاد على هاد الشكل. كناخدو مربع، أصبع ديالنا هنا، كنحطو هذا هنا وهاد القنت هنايا، ونبركو بالاصبع الاخر. فوالا صافي. وكنوضعهم في واحد صينيه حتى كنكملو الكميه ديالنا كامله بهذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تكون الفكره واضحه. غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال العجين، ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبغي نقليها. من بعد ما كتنشف لينا البلغه شويه، فانا عندي جوج ديال الكاسرونات، بما انه عندي كميه قليله يعني 250 غرام، فعندي جوج ديال الكاسرونات، وحده وضعت فيها الزيت وحده وضعت فيها العسل اللي وجدناه من قبل في القناه، فغنخلي لكم الرابط ديالو في اسفل خانة الوصف. وعندي هنايا جوج ديال الشباكي، وحده للزيت وحده للعسل، وعندي هنايا صفاي، وتحت منه واحد الطاسه اخرى باش غادي نصفي فيه هاد البليغات. فمن بعد ما كتسخن لينا الزيت، كنبداو باول وحدين شكلناهم، هما اللي كنوضعهم يتقلاو. النار كتكون ما بين مهيله وطالعه شويه، يعني ما تكونش ناقصه كاع بمره، وما تكونش عاود مجهده بزاف باش ما تحمرش لينا البلغه بزاف، يعني ما تجيناش محروقه. فوالا، صافي. غنخليوها حتى كتقلى مزيان، ونزولوها ونوضعوها في العسل. اذا فمن بعد ما كتحمروا لينا البليغات، كيصبحوا اللون ديالهم على هذا الشكل، يعني كيجيو مقرمشين، فكنوضعهم نيشان في العسل. اوكي، ونخليهم حتى كيتعسلوا مزيان وكيتشربوا داك العسل، عاد كنزولهم ونوضعهم في الصفاي. اذا كيف كتشوفوا، فمن بعد ما تشربت العسل، فكناخذها من هذاك العسل وكنوضعها هنايا باش يتقطر البواقي او الزياده ديال العسل. ومن طبيعه الحال فانا عندي هنايا كنكمل البقيه ديال البليغات اللي عندي باش يتقلاو، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم في الشكل النهائي ديالهم. وهذه هي البليغه ديالنا من بعد ما عسلناها وحضرناها مع بعضياتنا، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه.
المذاق ديالها خطير، يعني فعلا كتستحق انكم تجربوها. وانتم شفتوها سهله في الخدمه ديالها بزاف بزاف، كذلك تجي مقرمشه وطريه في نفس الوقت، هانتوما كيف كتشوفوا. فكنتمنى ان شاء الله يكون لا فيديو عجبكم، الا عجبكم ديروا بارتاج ما بين الاحباب ديالكم والاصدقاء، وكذلك خليوا لي لايك وكومونتير. ونقول لكم خليت لكم راحه، والى فيديو قادم ووصفه قادمه باذن الله.